السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. نكمل مع بعض كتاب ويلز شابتر الكونجنكتيفا. هنقول النهاردة مقدمة. لما جيت أفتح كتاب ويلز في شابتر الكونجنكتيفا لقيت إن هو بيحكي عن على طول بكتيريا الكونجنكتيفايتس، فيرال كونجنكتيفايتس، أليرجيك كونجنكتيفايتس. فحسيت الموضوع لو إحنا بدأنا بالقصة دي هتحس إن أنت المواضيع كلها منفصلة، في حين إن الكونجنكتيفا مش الشباتر البسيطة اللي لو عرفت السكيمة العامة بتاعتها أو الطريقة العامة بتاعت الالتهاب بتاع الكونجنكتيفا هتلاقي الموضوع بسيط. فعشان كده قلت نبدأ النهاردة بمقدمة بسيطة، هي مش بسيطة أوي لكن إن شاء الله تنفعنا جدا جدا في الحاجات اللي هنتكلم عليها قدام. هنبدأ بحاجات عن الأناتومي. الكونجنكتيفا عبارة عن جزئين أساسيين أوي. أول حاجة الجزء اللي بيغطي الجلوب ده بيسموه بالبر كونجنكتيفا، بالبر كونجنكتيفا، والجزء اللي بيبطن الجفن نفسه من جوه بيسموه بالبيبرال كونجنكتيفا. يبقى عندنا بالبر كونجنكتيفا، بالبيبرال كونجنكتيفا، اهو بالبيبرال بالبر، ويتصلوا مع بعض بحاجة حتة اللي بيسموها كالدوساك اللي هو الحرس السدي، بيسموها فورنكس اللي هو زي الخندق كده. فده الوصل ما بينهم. طيب نقول كلام بسيط فيها. بص كده معايا تاني، بالبيبرال كونجنكتيفا، فورنكس، بالبر كونجنكتيفا. لو احنا عايزين نقول معلومة عنها هنقول التالي، ان البلبيبرال كونجنكتيفا دي لازقة قوي في الترسس اللي تحتها، او لازقة قوي في الاستراكشرز اللي تحتها، بيسموها فيرملي ادرنت تو ذا اندرلاينج تيشو. فعشان كده لما بيحصل العين انفلاميشن صعب جدا ان العين ده يحصل له بولجنج في الجزء ده، او حاجة اسمها كونجنكتيفا الاديمة في الجزء ده، او يحصل لها كيموزس. صعب جدا لان مش هتفصل عن اللي تحتها. على عكس البالبر كونجنكتيفا، البالبر كونجنكتيفا دي بتبقى لوزلي اترنت تو ذا اندرلاينج تيشو، وبالتالي لو حصل انفلاميشن شديد شويه او بعض الامراض التانيه هنتكلم عنها بعد شويه بيبدا يحصل هنا حاجه اسمها كونجنكتيفا القديمة او بيسموها كيموز. يبقى دي معلومه مهمه قوي. طبعا البالبر كونجنكتيفا منطقي ان هي تكون لوزلي اترنت في كل الاماكن ما عدا الجزء اللي عند الليمبس ده. دي مهمه مهمه ليه؟ هنتكلم بعد كده ان في حالات الالرجي بالذات الكرونيك اليرجي بيحصل حاجه اسمها بابيلي. بابيلي يعني حته عاليه. البابيلي دي عباره عن مكان عالي وتحته بلاد فيسلز. البابيلي عشان تحصل لازم يكون الاستراكشر بتاع الكونجنكتيفا ماسك في الجزء اللي تحته. فلما اقول لك ان العيان ده حصل له اليرجي وفي هنا عنده بابيلي تقولي منطقي، اصل المكان ده فيرملي اديرنت، صح؟ نفس الكلام بالنسبه هنا، تقولي لا هنا ما يحصلش بابيلي لان حضرتك في البالبر لوزلي اديرنت، لكن عند الليمبس ممكن يحصل. يعني زي حالات مثلا هنقولها بعد شويه سبرينج تار اللي هو بيسموه دلوقتي الفي كي سي اللي هو الفيرنال كريتو كونجنكتيفايتس، ممكن يحصل القصه دي سهل. طيب ندخل على الجزئيه الثانيه. شايفين ده الفورنكس فاتح فيه مين؟ فاتح فيه اللاكريمال جلانز، يعني اللاكريمال جلاند الدكت بتاعتها بتصب في السوبير فورنكس. عشان كده لو عيان حصل له انفلاميشن ونتائج الانفلاميشن دي حصل فيه فايبروز، من اشهر الحاجات اللي عندنا مثلا في مصر تراكوما، او لو عين كيميكال بيرن اي حاجه ممكن تخلي المكان ده يحصل فيه فايبروزز وبالتالي يحصل عنده دراينس. يعني مع ان الجلاند كويسه بس حضرتك حصل فايبروزز في المكان ده. ده الكلام السريع اللي احنا عايزين نقوله على جزء الاناتومي الجروس اناتومي. نيجي على الهيستولوجي، عايزين نقول كلام بسيط برضو ان احنا عندنا layers of the conjunctiva عباره عن epithelium، وتاني حاجه اسمها ستروم. يبقى تاني كلمتين بس، epithelium وحاجه اسمها ستروم. مش هتكلم قوي على الابيثيليوم لكن عايز اتكلم شويه على الاستروما، واقول الاستروما عباره عن جزئين، جزء مليان لينفويد تيشو فبيسموها ادينويد لاير، باينه من اسمها ادينويد لاير، وجزء عباره عن فايبرس تيشو كولاجين وكلام من ده، هو ده اللي بيخلي الاستراكشر بتاع الكونجنكتيفا قوي، فده بيسموها فايبرس تيشو. يفرق معانا الكلام ده في حاجه؟ عايزين نقول معلومه صغيره هنا. في عيان يحصل له حاجه اسمها مثلا فايرال كونجنكتيفايتس. الفايرال كونجنكتيفايتس معروف ان هو بيعمل حاجه مهمه قوي في الكونجنكتيفا، ان هو بيجمع الليمفوسايت في مكان معين، ولما تتجمع الليمفوسايت اللي هي عباره عن نوع من الوايت بلاد سيلز فتلاقي في مكان لونه ابيض كده، لونه ابيض، بيسموه ده حاجه اسمها فوليكل. تاني مثال عندنا حاجه اسمها فوليكل، عباره عن ايه فوليكل؟ عباره عن تجمع من الليمفوسايتس بتتجمع في انه مكان في الادينويد لاير. كويس. فلو عيان حصل له فايرال كونجنكتيفايتس غالبا هنلاقي معاه حاجه اسمها فوليكولار رياكشن او فوليكلز. بيقول لك معلومه صغيره ان في الطفل الصغير اول 3 شهور من العمر، اول 3 شهور من العمر مفيش حاجه اسمها ادينويد لاير، لسه ما اتكونتش. يعني ابيثيليوم ستروما، انا اسف، ابيثيليوم فايبرس تيشو، مفيش لسه حاجه اسمها ادينويد لاير. بالتالي لو انت شفت عيان طفل صغير نيونيت عنده فايرال كونجنكتيفايتس ما تتوقعش تلاقي عنده
فوليكولار رياكشن. ليه حضرتك؟ لسه الادينويد لير لسه ما اتكونتش، بتتكون بعد 3 شهور، وده كلام مهم قوي قوي قوي. طيب نيجي على حاجه كمان اسمها بلاد سبلاي. يقول لك بالنسبه لنا البلاد سبلاي بتاع الكونجكتيفا جزئين، في جزء بيغذي او بلاد سبلاي بيغذي البالبيبرا الكونجكتيفا دي كلها 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 كلها، بما فيها كمان جزء من البالبر كونجكتيفا. اسمه ايه ده؟ قال لك لان شايف هو طالع من الليد من ورا، طالع من الليد، فبيسموه الليد الفيسل بتاعته او هيسموها اكيد بالبيبرال ارتريس. اسمها ايه؟ بالبيبرال ارتريس. بالبيبرال ارتريس هتدي حاجه اسمها بوستيريور كونجنكتيفال ارتريس، يعني احيانا بيحفظوها كده بالبيبرال، البي مع البي، البالبيبرال بتدي بوستيريور، دي بوستيريور عشان حضرتك هي مغذيه او واخده من ورا الليد، فبيسموها بوستيريور كونجنكتيفال ارتريس، مغذيه تقريبا كل الليد ما عدا الجزء اللي عند الليمبس بالظبط، حوالي مثلا 4 مللي ولا 5 مللي كده من جنب الليمبس. امال مين اللي بيغذي الجزء ده؟ اللي بيغذيه حاجه اسمها الانتيريو سيلياري ارتريس، في المكان ده مهمه، هي ارتريس جايه تغذي السيلياري بودي وبالمره ادت للكونجنكتيفا، بيسموها انتيريو كونجنكتيفال ارتريس. يبقى ده بالنسبه لنا مهم قوي. ليه بالظبط؟ عشان ما تستغربش قوي لما تلاقي عيان عنده كونجنكتيفايتس ومعاه ليد اديما. منطقي حضرتك ده كله بلس سبلاي واحد، فلما بيحصل انفلاميشن بيحصل فاز ديليتيشن، فمنطقي انك هتلاقي الجزء ده محمر خلاص، فده مهم قوي بالنسبه لك. نيجي على حاجه اسمها الليمفاتيك درينج. الجزء اللاترال بيروح على حاجه اسمها بري اوريكولار ليمف نود، الجزء الميديال بيصب في حاجه اسمها السب مانديبولار ليمف نود. فمهم قوي لو سمحت احفظها من دلوقتي، ان اي عيان عنده كونجنكتيفايت لو سمحت مد ايدك وحس البري اوريكولار ليمف نود بالذات، اصل دي كومن بصراحه لحاجات كتير قوي، فخلينا بس في دي هتلاقيها مميزه شويه بالنسبه لنا. فلما يجي لك عيان كونجنكتيفايت لو سمحت حط من ضمن الايتمز بتاع الاكزامينشن بتاعتك احمرار في العين، واحمرار مكانه عامل ازاي، هل في فوليكل، في بابيلي، في مش عارف ممبرين ولا مفيش ممبرين، كل الكلام ده حلو، بس حط من ضمن الحاجات اهو، من ضمن الحاجات حاجه اسمها الليمف نود لو سمحت بص لي عليها شويه، يبقى ده من ضمن الحاجات المهمه. طيب احنا اتكلمنا على ايه النهارده؟ اتكلمنا على ان احنا عايزين ندخل على الكونجكتيفا من طريقه سهله، ان انت لو سمحت لو انت تعرف تقول لي لو جاي عيان عنده كونجكتيفايتس، ما قلتلكش فايرال ولا بكتيريال ولا اليرجيك ولا ايه بالظبط، العيان هيشتكي من ايه والعيان هيبقى شكله عامل ازاي، فدي القصه بتاعتنا. لو بداناها كده ان شاء الله هتلاقي اصلا الكونجكتيفا ممكن تخلص منك مثلا لو هتذاكرها قعدت مذاكره واحده بس. ليه؟ لانها كده انت عرفت الاسكيما العامه بتاعتها. اولا مين النيرف سبلاي بتاعه اكتر، الكورنيا ولا الكونجكتيفا؟ صح، اكيد الكورنيا ده موست انيرفيتد ستراكشر في البودي كله، هاي انيرفيتد، وبالتالي اهو عندك كل نقطه في في الكورنيا تقريبا كانها طالع منها نيرف، فبالتالي لو الجزئيه دي بس اللي اتعورت فبيطلع منها نيرف مخصوص، فتلاقي المخ يقول لك والله انا حاسس كان في شكه في الجزء ده، فعشان كده البين بتاع الكورنيا كان مميز اسمه ستيتشنج بين او بريكنج بين، انا حاسس بدبوس في عيني، انا حاسس كان في شوكه دخلت في عيني، بين مميز قوي على عكس الكونجنكتيفا. الكونجنكتيفا مش هايلي انيرفيتد، فعشان كده تلاقي جزء كبير من الكونجنكتيفا طالع منه كل ده نيرف واحد، فعشان كده تلاقي البين بتاعه دال ايكنج، ما انتش عارف هو ازاي، هو مش دال ايكنج للاسف، بس هو حاجه اسمها ديفيوز بين، يعني حاجه عايمه كده، يعني تلاقي العين يقول لك دكتور نعم انا مش مريحاني، يعني حاسس فيها بحاجه غريبه، ايوه يعني حاسس فيها بشكل، لا لا حاسس بيها في، لا لا لا، هو يقول لك حاجه غريبه، مش مرتاح، بتحرقني، مش مبسوط، بس كده. فتلاقي البين بتاع الكونجكتيفا مش مميز الا في حاله واحده، لو هو كان اليرجيك، فتلاقي العين يقول لك انا حاسس بهرش في عيني، ده مميز قوي، فلما تحس هرش دايما فكر بيه اليرجيك، ممكن يكون بالفرايتس كمان، يعني حطها من ضمن الديفرنشال دايجنوز، لكن دايما هتلاقي حط في بالك فيها الاليرجيك كونجكتيفايتس. الحاجه الثانيه الفيجن هيتاثر؟ لا طبعا، منطقي ان هو الفيجن مش هتاثر، ممكن العين يحس بحاجه اسمها كلر دهالوزي، يحس كده ان اللمبه حواليها هاله نور، وحضرتك اللايت هو معدي عدى على الشارج حصل له عارف اللي هو زي بريزماتيك افكت كده، فتلاقي العين مش مبسوط من الرؤيه، بس مش معناها ان نظره قل الا لو الكورنيا اتاثرت. طب امتى العين ده يشتكي من بين شديد او ستيتشنج بين؟ لو الكونجكتيفايتس وصل للكورنيا وعمل لي حاجه اسمها كورنيال ألسر، فساعتها يبقى اشتكي من بين وثلاث ريفلكسات اللي هو ريفلكس بليفروسباز فوتوفوبيا لاكريميشن، كل الكلام ده ممكن يحصل ويأثر على الفيجن.
لكن في المعظم السيمبتومز بتاعتنا بتبقى عايمه شويه. طب نيجي بقى على حاجه اسمها الساينز. من اهم الساينز اللي عندنا في الكونجنكتيفا هي الديسشارج. نفهمها ببساطه خالص، الديسشارج ده عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاماتوري اكسوديت، حصل انفلاميشن، فاز دايليتيشن، اهو حصل فاز دايليتيشن، بلاد فيسل كبر، بدا لان البلاد فيسل فينستريتد شويه هنا في الكونجنكتيفا، فتبدا تطلع اكسوديت، تطلع ميه ممكن يعمل اديما، يطلع اكسوديت فيطلع الحاجه اسمها ديسشارج. فمميز قوي لما تلاقي عيان جاي لك في العياده عنده ديسشارج، صراحه معناه ان انت تقريبا وصلت للتشخيص، فده مهم قوي. يعني الديسشارج من الحاجات الديفرنشال دايجنوز بتاعها مهم قوي. ناخد واحده واحده، نحكي قصه ببساطه خالص. تخيل معايا ان في اورجانيزم مش قوي قوي متوسط دخل جوه الكونجنكتيف، ايه اللي هيحصل حضرتك؟ بيحصل ضده حاجتين، يعني الاورجانيزم داخل في ضده حاجتين. اولا الجوبلت سيلز الحلوه دي تبدا تطلع حاجه اسمها ميوكس عشان تبدا تحوط الاورجانيزم، وتاني حاجه تروح تنده للنيوتروفيل بتقول لها لو سمحتي تعالي في اكيوت انفكشن حصل لنا، فيبداوا يحاربوا الاورجانيزم. الجوبلت سيل تطلع حبه ميوكس، فتلاقي عندك بقى في عندك ميوكس. تاني حاجه في حبه نيوتروفيل تموت، ديد بوليمورف او ديد نيوتروفيل بيسموها، عباره عن بص، فتلاقي العين اجتمع عليه حاجتين ميوكس وبص، فيسموا ده ميوكوبيرولانت كونجكتيفايتس. ده بيحصل مع مين؟ بيحصل مع البكتيريا الانفكشن والكلاميديا. ما حضرتك الكلاميديا نوع من البكتيريا برضه، فبالتالي يبقى هو البكتيريا الانفكشن. طب افرض بقى بالنسبه لي الاورجانيزم كان قوي شويه، بتلاقي الجمله السيلز بدات في الاول شويه بعدين تحس ان هي اتشلت كده خلاص، وبقى كله عباره عن ايه؟ نيوتروفيل بتموت، فتلاقي كله ما عادش فيه ميوكس، بقى عباره عن بس بص، فبالتالي بقى بيريلاند كونجكتيفايتس. برضو عايز اقول لك ان هو عباره عن بكتيريا، فبالتالي لما تلاقي عندك بص سواء كان بص بس او بص في ميوكس، فتلاقي العين ده، يعني هتلاقي العين بشكل ازاي؟ انا رموش الصبح ملزقه في بعضها، انا يا دوبك عرفت افتح عيني تحت حنفيه المطبخ كده ولا حنفيه الحمام، عارف اللي هو مش عارف افتح عيني، ده بكتيريا خلاص. طيب في حاجه ثانيه، افرض اللي دخل ده عباره عن فيروس، الفيروس بيبدا يحصل حواليه اكسيدت بس سيرس اكسيدت فلويد، وممكن يطلع حبه تيرز. فدايما لما تلاقي عيان بيدمع دموع، يعني العيان ده هيقول لك انا بدمع خلاص، طبعا الدموع دي قصه شرحناها على بعضها، الووتري اي قصه، هل في انكريس في السكريشن، يا ترى فورين بودي، كورنيال السر، اكيوت ايريد سايكلايتس، مش عارف فايرال انفكشن كتير، او مشكله في الاوبستراكشن، مشكله في الدرينج. لكن احنا لو بنتكلم على قصة كونجنكتيفايتس، انت شايف مثلا احمرار في العين، وشايف هنتكلم عليها حاجات تانية كده ايه، ومعاها ووتر ديسشارج، فانت دايما تفكر في الفيرال انفكشن او حاجة تانية اكيوت اليرجيك كونجنكتيفايتس، مش كرونيك. مش كرونيك، امال الكرونيك بتعمل ايه؟ كرونيك اريتيشن يخلي الجوبلت سيلز تطلع بزيادة، فتلاقي العين ده حصل له حاجة اسمها ميوكس سكريشن، يعني كده. او الدراي اي، عيان عنده دراينس بطريقه معينه، فتلاقي الميه قلت ومقارنه بيها الميوكس زاد، فبتلاقي العيان ده عنده ميوكس سكريشن زياده، فتلاقي العيان يشتكي من ايه بالظبط؟ يقول لك انا حاسس ان في، انا اسف، يتلاقي في افرازات تطلع من عينه، ويقول لك لما امسكها كده احس انها بتمط، عامله زي الاستك كده، ده بيسموه احيانا حتى روبي ديسشارج، او بيسموه احيانا فيلمنتري ديسشارج. الحاجات دي انا ليه بشرحها في الاول؟ ممكن في الاول تتوه منك، لكن انا عايزك بعد فتره تبقى حافظها صم. لما يجي لك عيان عنده ديسشارج بسرعه، كان نراجعها سوا، عنده ديسشارج بصراحه لو لقيته بص فكر في بكتيريا انفكشن، لقيته ميوكس كرونيك اريتيشن، لكن لو ووتري ده فايرال انفكشن. طيب ده منظر سكريشن، غالبا ده بكتيريال، يعني احيانا ما نقعدش نقول بقى ميوكوبيريلاند بكتيريال كونجنكتيفايتس وعلاجه انتيبيوتيك. كميه ديسشارج عاليه يبقى انا محتاج ان انا ازود الانتيبيوتيك، كميه الانتيبيوتيك او الشارج اقل شويه، فبالتالي الانتيبيوتيك ممكن يكون فريكوانسي بتاعته قلت شويه. طيب يبقى اول حاجه اتكلمنا عن الشارج. ثاني حاجه الكونجنكتيفا بترياكت ازاي؟ منطقي ان حاجه حصل لي انفكشن، فاول حاجه بتحصل في جهاز المناعه ان يحصل للمريض ده فازو دايليتيشن او هايبريميا اوف كونجنكتيفا. تاني حاجه طالما حصل بلاد فيسل دايليتيشن، فمنطقي ان في فلويد تطلع بره اللي هي عباره عن اديم، فيسموه ده كيموس، منطقي. الحاجه الثالثه ممكن كبده تتفرقع شويه وتطلع لك هيموريدج، يبقى عندك سب كونجنكتيفال هيموريدج. اللي بعد كده ممكن يحصل في حالات معينه حاجه اسمها فوليكولار رياكشن،
في حالات معينة بابيلاري رياكشن، في حالات تالتة ممبرينس رياكشن، يطلع ممبرين هنتكلم عنهم بعدين، واخر حاجة ممكن المكان ده كله يلحم بيه سكارين. فتعال ناخد واحدة واحدة في القصة دي. اول حاجة جينا نتكلم عنها حاجة اسمها الهايبريميا او يسموها كونجنكتيفال انجكشن. يعني ايه انجكشن؟ يعني فازو دايليتيشن. فانه بلاد فيسل في الكونجنكتيفال بلاد فيسلز، مش السيلياري بلاد فيسل، ده الكونجنكتيفال بلاد فيسل. فاكرين البوستيريور اهو جرين ليد اهو، كان عندنا حاجة هنا بتغذي المنطقة دي كلها 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 اسمه بوستيريور كونجنكتيفال ارتريس. هما دول نتكلم عنهم تحت اكتر يبقوا واضحين اهو، دول كده بالظبط، كل دول تبع البوستيريور كونجنكتيفال ارتريس. فلو حصل فيهم فازو دايليتيشن يبدا يحصل احمرار. هتشوفوا ازاي؟ هتلاقي في بلاد فيسل بقت لونها احمر موجوده في الكونجنكتيفا. وايه رايك البلاد فيسل دي سوبرفيشال ولا ديب؟ اكيد سوبرفيشال. يعني ايه سوبرفيشال وديب؟ يعني حضرتك هي موجوده فين؟ على السطح. بالتالي دايما الحاجه اللي على السطح، تخيل في دم موجود على السطح فتلاقي لونه احمر قوي، وبيقول لك بيفرد احمر قوي. وخلي بالك انا عندي مهمه حاجه تانية، ان بلاد فيسل دي ما انها سوبرفيشال فتلاقيها ماشيه تورشوس كده، شايف المنظر عماله تتمخطر كده، ما هو ما فيش حاجه فوقيها، بالتالي ماشيه براحتها كده عماله تتقسم وتروح يمين وتروح شمال. ده حاجه تانية مهمه. الحاجه الثالثه، ما ان دي الكونجنكتيفا هتلاقي بالجرافيتي كده هتلاقي الدم اكتر حاجه هينزل في الحته دي بالتحديد. هنا فين ده؟ فورنكس. فتلاقي يقول لك كده هتلاقي الاحمرار اولا هتلاقيه مور انتنس اكتر قوي في الفورنكس. انا فورنكس نقصد بيه الانفير فورنكس خلاص، واواي فروم ذا كورنيا، شايفين الحته دي تقريبا لحد ما فيهاش احمرار. فلما تلاقي احمرار بعيد عن الكورنيا اطمن ليه حضرتك، غالبا ده كونجنكتيفايتس. يعني ان شاء الله باذن الله حبه، يعني ما فايرال هيكون سيلف ليميتد مش محتاج حاجه اصلا، او هيكون عباره عن بكتيريا فمحتاج انتيبيوتيك. الموضوع بيبقى بسيط شويه. تاني نفتكر كده الكونجنكتيفال انجكشن، افتكر ان هو فوق. يعني ايه فوق؟ يعني سوبرفيشال خلاص. يعني لو حضرتك حطيت قطره بازو كونستريكتور اي حاجه بروزلين اي حاجه، ممكن تلاقي الاحمرار ده معظمه راح. ليه؟ حضرتك بلاد فيسل دي سوبرفيشال قوي فهتروح سهل قوي. تاني كده معايا، تعالوا نشوف القصه دي تاني اهو. لقيت العين حمرا صح، اكتر احمرار في المنطقه هي المنطقه دي اللي هي منطقه الفورنكس. يبقى ده اسمه كونجنكتيفال انجكشن. فعلا في احمرار شويه هنا، بس لو لاحظت شايف البلاد فيسل ده أوه. تعالوا نشوف البلاد فيسل ده، انا مش عايز ارسمه اهو، شايفين انا ماشي معاه ماشي من هنا لغايه هنا، عشان ما تفكرش ان ده عباره عن بلاد فيسل من اللي حوالين الليمبس اللي بيسموه كمان شويه هنقول عليه اسم السيلير انجكشن. لا شايفين هو نفس البلاد فيسل اهو، وعمال يتقسم براحته وعمال تورشوس. على عكس حاجه هنتكلم عنها كمان شويه اسمها سيلير انجكشن. يعني ايه سيلياري بقى انجكشن؟ بيقول لك البلاد فيسل بتاع السيلياري بودي حصل فيها باز دريتيشن. فين السيلياري بودي؟ السيلياري بودي هنا في المكان ده، ده الايريس اهو، وده السيلياري بودي تحت المكان ده. فبيطلع بقى بلاد او يطلع فيسلز من المكان ده، فتلاقي الاحمرار حصل حوالين الليمبس، بيسموه ده سيلياري انجكشن. يقول لك خلي بالك لو لقيت على عند عيان سيلياري انجكشن تشك ان في حاجه رخمه، حاجه خطر. ليه؟ لان هو ما بيحصلش سيلياري انجكشن الا في الى حد ما ثلاث حالات مهمين قوي، حاجه اسمها كيراتايتس انفكشوس كيراتايتس انفلاميشن في الكورني. الحاجه الثانيه اهو الكورني الشفافه، تعال نرسمها رسمه اهو، يا اما في الكورنيا الشفافه اسمها كيراتايتس، يا اما يكون ايريدو سايكلايتس بس اكيوت ايريدو سايكلايتس. او الحاجه الثالثه ان يكون الانجل اتقفلت ويحصل حاجه اسمها اكيوت انجل كلوجر جلوكوم. فتيجي تبص كده شايف المنظر اهو، اجي ابص على المنطقه دي حوالين الليمبس هلاقي فيها احمرار واضح جدا، ولان البلاد فيسل بتاعه السيلياري بودي جايه من تحت شويه. يعني احنا فاكرين هنا قلنا دي فوق عشان كده هتلاقيها سوبرفيشال، لكن دي هتلاقيها تحت. هتلاقي بلاد فيسل مفعوص مش زي ده عمال يروح يتمخطر وياخد برانشات ويحصل لكم، لكن ده هتلاقي البلاد فيسل لحد ما ستريت 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 كده بالمنظر ده كده خلاص. تاني حاجه حط باز كونستريكتور مش هتروح. ليه؟ لان حضرتك دي تحت شويه خلاص، ودايما تحت سواهي دواهي عشان ما تنساش الحته دي تحتها حاجه خطر غالبا خلاص. يبقى ده مهم قوي قوي، ده الفرق ما بين السيلياري انجكشن وحاجه اسمها كونجنكتيفال انجكشن. كلمه سر ان ده تحت وده فوق. طبعا لما يكون الحاجه فوق تلاقي اللون الاحمر بزياده، لكن هنا الاحمر تلاقيه دارك شويه تلاقيه غامق شويه حضرتك بعيد شويه. بلاد فيسل هنا تورشوس ودايليتد، هنا ثن شويه حضرتك. لو انا اتكيت بصبعي، او عارف انت احيانا مش بنتك بصبعي، انا بنحط بنتك على الليد كده نفسه
يعني تكينا من الليد على الجلوب وشيل ايدك البلاد فيسل بتفضي وبعدين تملى بالراحه. ليه؟ لان حضرتك البلاد فيسل ما هياش تحت ضغط، حضرتك انت تقريبا فضيتها كلها، يعني بلاد فيسل من اوله لاخره انت اتكيت عليه فضه اهو، صح؟ بلاد فيسل ده كله اتكيت عليه فضه، بالتالي عشان يملى تاني محتاج وقت. لكن ده لا، انت ما فضيتش حاجه غير الجزء السوبرفيشال قوي، فبالتالي لما بتضغط عليه يملى في وقتي. اهم كلمه عندي بصراحه هي دي المتلونه دي، غامق دي، دي اكتر حاجه في الفورنكس، ودي اكتر حاجه عند الايه، عند الليمبوس. ده اهم حاجه بالنسبه لي في القصه دي، واهم حاجه نعرف ان ده حاجه بسيطه غالبا كونجنكتيفايتس، لكن ده كيراتايتس اكيوت ايريدوسايكلايتس اكيوت اتاك اوف جلوكوما. بص المنظر اهو، سيليان انجكشن ولا كونجنكتيفال انجكشن؟ شايفين بلاد فيسل عند الليمبوس اهي، شايفين المنظر عامل ازاي اهي، احمرار عند الليمبوس ده ما خدش بالي منه، ما انا عايز اعرفك بس شكله عامل ازاي. شايفين لقينا السبب كيراتايتس اهو، بص المنظر هنا، هنا الاحمرار فين؟ الاحمرار بصراحه موجود احيانا في حاجه اسمها ميكس حاجتين مع بعض، بس خلي بالك الاحمرار اكتر فين؟ الاحمرار اكتر عند الفورنكس، هنا صحيح احمرار بس البلاد فيسل دي نفسها هي اللي رايحه للليمبس، فده عباره عن كونجنكتيفال انجكشن. طب بص منظر زي ده، هنا العين مش حمراء قوي لكن هنا تحس ان بدا في احمرار، بس الاكتر الاحمرار عند المنطقه دي اهو، حتى تلاقي في بلاد فيسل دخلت عند الليمبس على الكورنيا نفسها كمان. ايه ده؟ ده كيراتايتس. شايف المنظر هنا؟ الاحمرار اصلا ما راحش هنا خالص، ما راحش عند الكورنيا، ده هو هنا بس في المنطقه دي، يبقى ده عباره عن كونجنكتيفال انجكشن. بص المنظر هنا اهو، ايه ده؟ ايه اللي في المنطقه دي كده؟ ده سيلير انجكشن، حاجه خطيره. ايه ده؟ كيراتايتس. بص المنظر هنا بصراحه، ده ميكس، هنا الكونجنكتيفا بلاد فيسل ماشي حتى هنا وصل لغايه الليمبس، بس لو خدت بالكوا هنا في بلاد فيسل رفيعه خالص اهي، بلاد فيسل رفيعه. ايه ده؟ برضو كيراتايتس. فدايما لما تلاقي عيان عنده احمرار شوف كده هو مور عند الليمبس ولا مور هنا. خلي بالك ممكن يكون ميكسد، ليه؟ حضرتك ممكن يكون عيان عنده بكتيريا الكونجنكتيفايتس فعملت سيريال كونجنكتيفال انجكشن، وبعدين راحت على الكورنيا عملت فيها انفكشن وبالتالي تلاقي سيريال، فمنطقي ممكن تلاقي الاثنين. فدايما خلي بالك في حالات تحس انك سسبيشس كده قوي لازم تفحص العين كويس قوي عشان تطمن ان مفيش حاجه خطيره. الديفرنشال دياجنوز بتاع ريد اي ده انا كنت عايز اصلا، ده اللي خلاني اتاخر في المحاضره شويه، ان انا فكرت ان انا اعمل لكم محاضره الاول على ريد اي بعد كده ابدا اشرح الكونجكتيف، بعدين قلت عشان بس ما اضيعش وقتنا خلينا ندخل على طول على الكونجكتيفايتس وبعد كده نبقى نشرح ان شاء الله محاضره على بعضها على الريد اي. يبقى اول حاجه قلنا في احمرار في العين، وبعدين بلاد بس لما وسعت حصل ليكنج لي فلويد، عملنا حاجه اسمها كونجكتيفال اديما او اللي اسمها كيموز. ايه اللي حصل؟ قال لك والله حصل كيموز بسبب كذا حاجه، يعني مش شرط يكون بس انفكشن في الكونجكتيفا او انفلاميشن في الكونجكتيفا، ممكن يحصل الترت فاسكولار انتجريتي زي حالات الانفلاميشن فعلا، او حاجات في البلاد بس نفسها هنتكلم عنها كمان شويه، او حاجات هيمودايناميك ليها علاقه بالسيركيوليشن بتاعتنا، يعني مثلا لو عيان عنده امباد فينوس درينج عنده مشاكل في القلب وبالتالي الفينوس درينج مش عارف يرجع وبالتالي يحصل اديما زي اللي في رجله، برضه ممكن تحصل في الكونجنكتيف. اوقات تلاقي عيانين فعلا عندهم كده، عيان عنده انترا فاسكولار هايبو اوزمولاريتي، فاكرين بلاد فيسل نفسها فيها حاجه اسمها بلازما بروتين، هي اللي كانت بتشفط الميه من التيشو اللي حواليه، فلو عيان عنده بلازما بروتين قليله عنده كبد ولا حاجه فتلاقي العيان ده بدا يرشح من رجله بدا يرشح، برضه ممكن يحصل عيانين من دول، لو تلاقيه نايم تلاقي نفسك يعملوا لك عرض في العنايه، تيجي تروح تبص تلاقي العيان ده عنده كيموز. منين حضرتك؟ مين اللي عنده؟ عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في الكبد، ممكن يحصل له القصه دي شويه. يبقى تاني نحفظ برضو الاسماء، عندنا كيموز كونجنكتيفال اديما ممكن يجي اكيوت او بصوره سب اكيوت او كرونيك. الاكيوت ده دايما تفكر في اليرجي، اول حاجه تلاقي عين عنده اكيوت كيموز فجاه فكر في اليرجي او سيفير انفكتيف كونجنكتيفايتس، بصراحه بنشوفها برضو كتير مع حالات الفيرال بالذات، بس لما يكون شديد شويه فيرال او اليرجي، بس مش اي اليرجي، اكيوت اليرجي شويه خلاص. طيب سب اكيوت حاجات كتير بقى، حاجات لوكال في العين زي الثايرويد، كرونيك اليرجي، احد عامل عليا تروما، منطقي وان كان تروما المفروض تكون اكيوت شويه. طب تاني حاجه عندي انكريس سيستميك فاسكولار بريميبيليتي اليرجي انفكشن، اي حاجه ممكن تخلي عنده يبدا يطلع برضه فلويد، اي حاجه بلاد بس وسعت فينستريشن يبدا يطلع ميه،
او increase venous pressure زي ما قلنا superior venous cavity obstruction right side heart failure, decrease plasma oncotic pressure عيان عنده nephrotic syndrome زي ما بتورم رجله وتورم عينه برضه منطقي مفيش مشكله. طيب نيجي على حاجه ثالثه ممكن تحصل subconjunctival hemorrhage, هو عيان ممكن يحصل له infection في عينيه ويحصل له subconjunctival hemorrhage منطقي جدا. اشهر حاجه هو الادينوفيرال خلاص, ولو سيفير بكتيريال انفكشن مش اي بكتيريا لا سيفير انواع معينه بس يقول لك هنا بتلاقيه دايما دوتس كده وده تلاقيه باتش على بعضها كده دايما في الفيرال بتلاقي نقط افتكر كده ان الفيروس صغير فتلاقي برضو الهيمورج عباره عن نقط صغيره لكن البكتيريا اكبر شويه فتلاقي عباره عن باتشز كده لارجر وديفيوز شويه خلاص. فمن ضمنهم ادينوفيرال او سيفير انتيرو فيروس كوكساكي ستريبت نيموني هيموفلاس جيبتكس اي حاجه ممكن تعمل برضو بس لازم تكون حاجه سيفير شويه. وبصراحه الانواع دي هي اللي بتعمل بارس سبكونجكتيفال هيمورج. طبعا سبكونجكتيفال هيمورج ما بيقلقناش قوي في الغالب انت اصلا معاك حاجات تانية ترشح لك الدياجنوز يعني مش مستني بس السبكونجكتيفال هيمورج هو اللي يشخصها لك يعني وكده كده بتطمن العيان تقول له ان هو هيروح مش هيسيب اثر. اللي بعد كده حاجه اسمها ممبرين, كان عندنا حاجه اسمها سودو ممبرين تلاقي العيان ده حصل مثلا ديسشارج طلع حصل حبه فايبرين طلع وبدا يلزق في المكان ده خلاص ده بيسموه سودو ممبرين وده يسموه حاجه اسمها ترو ممبرين. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كلينيكال تقريبا اسبابهم واحده كلينيكال في فرق ما بين الاسباب وبتاع وكلام من ده لكن بصراحه لان هم داخلين في بعض شويه يعني يقول لك بص ببساطه خالص اللي عنده عنده فايبرين وكواجلان طلع كده اللي هو عباره عن اكسود طلع وهنا فايبرين واكسود طلع امال ايه الفرق؟ حضرتك الفرق ان ده الابيثيليوم تحته سليم الابيثيليوم سليم تحته وبالتالي لما بتشيل الممبرين ده او السودو ممبرين انا اسف يبدا يطلع بس الابيثيليوم يكون سليم فما بيتعورش عارف مش داخلين في بعض وبالتالي يتقشر من عليه سهل. على عكس ده حضرتك الاثنين لازقين في بعض يقول لك هنا الابيثيليوم مش سليم اصلا الابيثيليوم متعور الفايبروس تيشو ده او انا اسف الكواجلام ده داخل جوه وسط الابيثيليوم فبالتالي لما بتشيله بيشيل الابيثيليوم معاه فيبدا يمزع من تحته بلاد فيسل وبالتالي يخر دم فيقول لك ده الفرق ما بين الاثنين كحاجه نظريه يعني ده ما يخرش دم لكن ده يخر دم. لكن بصراحه بعض الاوقات بيكون برضه وانت بتشيله شديت جامد شويه في السودو ممبرين يطلع دم لكن ده الفرق اللي بيقولوا عليه لكن زي ما بقول لكم الفرق ما بين الاثنين مش مفيد قوي في كلينيكال. شايفين المنظر ده اعتبره كده ايه سودو ممبرين ليه عشان ما طلعش دم. اسبابه سيفير فايرال كونجكتيفايتس سيفير بكتيريال كونجكتيفايتس زي الكونكوكاي ستريبت الدفتيريا بتاعت زمان حاجه اسمها ليجنس كونجكتيفايتس اكيد كل الحاجات دي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل هوريك صوره ليها. بس ستيف جونسون سندروم عيان خد دواء معين حصل له الرجي في جسمه سموه ستيف جونسون سندروم بس حاجه بشعه شويه خلاص تمام برين. شايفين ده ليجنس كونجكتيفايتس وشعره تلاقي طفل صغير عنده مشاكل كده في حاجه اسمها بلازمين تلاقي العين يبدا يتكون له حاجه زي كده بالظبط شايفين بشع الصراحه يعني ربنا عافينا حاجه كده بشعه بتشيلها ترجع تاني عايزه قصه كبيره شويه كده ان شاء الله نتكلم عنها ان شاء الله في وقتها. طب نيجي لحاجتين بقى بصراحه احيانا يكونوا رخمين ككلينيكال ان انت تعرف تفرق ما بينهم كلينيكال رخمين شويه بعض الاوقات مش هقول لكم دايما. في حاجه اسمها فوليكل حاجه اسمها بابلي. يعني ايه فوليكل؟ قلنا عباره عن تجمع من الليمفوسايتس تجمع من الليمفوسايتس اهو شايفين المنظر اهو تجمع من الليمفوسايتس وحواليهم بلاد فيسلز. يعني المنظر هتشوفه عامل ازاي هتلاقي حته حمراء وفي نصها لون ابيض اهو خلينا نعملها مفيش ابيض اهو نعملها لون اصفر اهو كده خلاص ابيض في النص عباره عن زي حبه الرز كده بالظبط اهو رز. يبقى الفوليكل ده حبوب رز جرينز اوف رايس خلاص. يبقى تاني عباره عن حته عاليه ماشي سهل وحواليها بلاد فيسلز خلاص ده عباره عن ليمفويد تيشو فاكرين قلنا الليمفوسايتس كده قلنا معلومه حتى فاكرين حضرتك الليمفويد تيشو او الادينويد لاير فاكرين بتتكون بعد 3 شهور من الولاده فعشان كده في النيونيتال كونجكتيفايتس ما بيحصلش فوليكلز كويس. طب ايه البابيلي دي بقى؟ البابيلي عكسها حته عاليه وجواها بلاد فيسلز جواها بلاد فيسل فعشان كده هتلاقي حته حمراء في النص حته حمراء بزياده نقطه حمراء بزياده يعني حته عاليه وفي جواها نقطه حمراء بزياده كده يسموها بابيلي خلاص. يبقى البابيلي عباره عن اليفيشن
وفي نصها حته حمراء. ايه الحته الحمراء دي؟ هي البلاد فيس اللي انت شايفينه في النص ده، هو ده البلاد فيس اللي في النص ده، ده الفرق ما بين الفوليكل والبابل. بص المنظر اهو، عباره عن ده بقى الرخامه، ان بعض الاوقات فعلا بتحس ان هو في التفرقه صعب، بالذات في الصور. خلي بالك يعني تيجي تبص في الصور، انا نفسي وانا بجمع الصور دي انا نفسي اقول ايه، دي بابيلي ولا فوليكل، مش عارف بالظبط، مش باينه فعلا، مش باينه قوي. فالصور ما تخدعكوش خلاص يعني، لكن في الكلينيكال الى حد ما اوضح شويه. واقول لكم برده تريكه كده بيقولوا عليه، هتلاقي الحته اهي في وسطها مبيض شويه، مش مبيض يعني لازم هتلاقي حاجه لونها ابيض قوي، لا بس هتلاقي لون فاتح عن اللي حواليه، ده الفكره خلاص، يبقى حاجه فاتحه اللي حواليه. على العكس هنا خلاص تلاقي حته عالي، ومن النص هنا شايفين شايفين الحمار ده باين، انا مش عايز ارسم عليه لكن شايفينها حته حمراء، وفي او حته عاليه في نصها حتت حمراء، نقط حمراء. النقط الحمراء دي هي البابيلي، يبقى النقط الحمراء هي البابيلي. طيب ليه مهمه القصه دي؟ عشان بيقول لك حاجه مهمه قوي، ان حضرتك البابيلي دي ناس سبيسيفيك شويه، حاجات كتير بتعملها بصراحه يعني. شوفوا البابيلي تعملها بكتيريا وتعملها اليرجي، سواء كان كرونيك اليرجي، اكوت اليرجي خلاص، بليفرايتس، فلوبي ايلت سندروم، سوبيريو ليمبيك كراتو كونجنكتيفايتس خلاص، كونتاكت لينس وير، كل ده ممكن يعمل حاجه اسمها بابيلي. يعني حاجات كتير اقصد ان هي تحس ان انت ما شخصتش، لان كذا حاجه بتعملها، بكتيريا، اليرجي، فلوبي ايلت، حاجات كتير بتعملها. لكن على عكس الفوليكلز، الفوليكل دي تلاقيها مميزه، دايما نفتكر كده ان الفوليكل دي مميزه. مميزه في ايه؟ حضرتك تذكرها كده، فايرال، كلاميديا، دراجز، فوليكولوزس. يعني كده احفظوها معايا معلش، فايرال، كلاميديا، دراجز، فوليكولوز، فايرال، كلاميديا، دراجز، فوليكولوز. فايرال زي الادينو فايروس، هيربس سيمبلكس، مولاسكم كونتاجيوزم خلاص. كلاميديا سواء كان تراكوما، ادلت كونجكتيفايتس، ادلت كلاميديا كونجكتيفايتس، او ادلت انكلوجن كونجكتيفايتس. دراجز ادويه بالذات بتوع الجلوكوما زي برايمونيدين مثلا، يعمل اليرجي، مشهور قوي القصه دي. يعني اما يسالك ايه اشهر دواء بتوع الجلوكوما يعمل اليرجي، هو البرايمونيدين، مش البروستاجلاندين. البروستاجلاندين بيحمر العين لكن ما يعملش اليرجي، لكن برايمونيدين ده بشع في بعض الناس لدرجه انه ممكن يعمل فايبروز بعد كده كمان خلاص. حاجه اسمها بارينو اوكلو جلاندولار سندروم، ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل، بس هو يعتبر برضه فوليكل، او احيانا بيعتبروها جرانيلوما، بتيجي يوني لاترال مش باي لاترال خلاص. وبيناين ليمفويد فوليكلوز، فوليكلوز ده عباره عن يعني بتظهر فوليكلز في الاطفال الصغيرين، نورمال فايندنج كده خلاص، كانها حاجه كده لينف نود. هو اصلا حتى بيعتبروا الفوليكل دي عباره عن لينف نود بتاع الكونجكتيف صغيره كده. يبقى فايرال، كلاميديا، دراجز، فوليكولوز. ليه مهمه الفوليكلز؟ انا عايزك تتخيل المشهد كده، انت جاي لك عيان عنده فوليكلز، بتساله سؤال، بتاخد ادويه قطرات للعين؟ لا ما باخدش، يبقى استبعدت السبب ده خلاص. حضرتك شفته طفل صغير؟ لا مش صغير خلاص، استبعدت السبب ده خلاص. بتدور كلاميديا ولا حضرتك عندك الديسشارج ميوكويد شويه بكلاميديا، عندك ووتر ديسشارج يبقى فايرال، بتحس ان هو مع الحاجات التانية بتلاقي نفسك توصل تشخيص سهل قوي خلاص. غالبا خلي بالك الفايرال بيبقى بايلاترال شويه، ليه؟ لان هو فايرال انفكشوس شويه، هتلاقيه بايلاترال. كلاميديا غالبا برضه هتلاقيه بايلاترال، دراجز هتلاقيه غالبا بيستعمل ادويه بايلاترال، لكن بارينو هو المميز ان هو برضه بيبقى يونيلاترال شويه. يعني لما تلاقي يونيلاترال وكمان معاها الليمفادينوباتي، فاكرين دايما مع الفيروسات، وده طبعا بيعملوا كذا حاجه، اشهر حاجه هو الكات سكريتش، يعني قطه تخربش حد، هتعمل المنظر ده كده. ان شاء الله تجي لنا برده في وقتها. اقول لكم على تريكه تانيه، دايما دايما افتكر القصه دي، احيانا تلاقي نفسك متلخبط هي دي بابيلي ولا فوليكلز. بيقولوا في تريكه كده صغيره، لو اتلخبطت لو لقيتها في اللور فورنكس هنا تحت فكر في فوليكل، اللور فورنكس فكر فوليكل، لو لقيتها في البالبيبرال، في البالبيبرال او عند الليمبس، فاكرين دول مكانين في يحصل فيهم بابيلي، فتعتبرها بس بالذات في الابر، يعني دي تلاقيها في الابر اكتر، في الابر فكر في بابيلي، لكن في اللور فكر في الفوليكلز اكتر شويه خلاص. بابيلي منها نوع صغير منها نوع كبير، يعني ده بصراحه ما بتشوفوش كتير المنظر ده، كرونيك اليرجي تلاقيه. لكن خلي بالك احنا دايما بننسى المايكرو بابيلي دي، تقلب الجفن هتلاقي عبارة عن دوائر صغيرة 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 كده موجودة عند عند الليد وانت بتقلبه، دي اللي بتحصل ودي الأشهر بصراحة. لكن الماكرو دي بتشوفهاش إلا في الكرونيك، في البرولونجد انفلاميشن، في الكرونيك انفلاميشن خلاص. خلي بالك الجاينت بابيلي الكبير أو الأكبر 1 مللي دي تلاقيها في أليرجي وكلام من ده، لكن مهم أوي تفتكر إن هي مع الكونتاكت لينس، مشهور أوي مع لو عيان عنده اكسبوز سوتشر، لو في سوتشر مقطوعة ولا حاجة تلاقيها عمالة تحك
او لوز سوتشر، او لو مركب بروتيزز حاجه بتبقى في الكرونيك اريتيشن. بص المنظر هنا اهو، شايفين دي واضحه خالص، حبايه رز بيضه، شايفين المنظر هنا 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 هنا، دي فوليكلز واضحه خالص يعني، دي انا اقول فوليكلز وانا مغمض خلاص. ممكن يعتبر دي بابيلي او دي سب كونجنكتيفال هيموريتش، يعني مش باينه قوي بالنسبه لي في الصوره. شايفين دي هنا اهو، حته عاليه وفيها بلاد فيسلز، حته عاليه وفيها بلاد فيسلز، فدي اكتر ممكن نقول عليها والله لا انا بالنسبه لي لا، حته عاليه وفي نصها مبيض شويه، انا اسف هنا ممكن يكون دي شويه في بابيلي، لكن هنا انا حاسس ان ده اكتر مع الفيرال كونجكتيفيتس، يبقى ده فوليكل، انا اسف ده عباره عن فوليكلز. شوف المنظر هنا برضو اهو، عباره عن حتت عاليه ونصها مبيض، زي ما قلت لكم الصور هتخونكم كتير الصراحه خلاص. لكن انا عايز اقول ايه، عايز اقول يقول لك معلومه مهمه قوي، حد باخد باله من حاجه؟ ممتازين، شايفين ده، ده الملاصق اللي هو بيبقى امبلايكيتد كده، في امبلايكيتد زي امبلايكس كده هنا، ده مشهور قوي لما يقولك لما تلاقي عيان عنده كرونيك فوليكلز ما بتروحش، فكر على طول، فكر بص في الليد قوي، فليه كده غالبا ممكن تلاقي عنده حاجه اسمها ملاصقه كونتاجيوز، ده مهم. جرانيلوما خلينا نعديها مش مهمه قوي بالنسبه لنا، بس اقصد ان في بعض الناس هتلاقي عندهم جرانيلوما كبيره، هتقولي ايه ده، ده بابيلي ولا ممكن تكون شبه البابيلي، ممكن تكون شبه الفوليكلز بس اكبر شويه، على اكبر شويه، دي مثلا زي الساركودوز كات سكريتش برضه ممكن تعمل القصه دي تي بي، فاقصد القصه دي ممكن تبقى في جرانيلوما. يعني خلي بالك ممكن زي منظر زي ده كده يجي لك عيان عنده مثلا يوفيتس، وتيجي عارفين دايما في اليوفيتس لازم نفلي العيان، تبص على اي حاجه شكلها غريب، منظر زي ده كده ممكن عارفين احيانا ياخدوا منه بايوبسي من المنظر ده بالظبط كده ويشخص ساركيدوز. يعني لو هو شاكك انه يكون ساركيدوز، مش باين حاجه عنده مثلا في الايس مثلا، مش واضح قوي، ده من ضمن اللاين اوف دايجنوز، انت تاخد عينه من هنا من الكونجكتيف، خلي بالك مكان اكسبوز ومكان سهل، تاخد منه عينه يطلع لك تشخيص سهل قوي. بعد كده قلنا في نهايه الانفلاميشن ممكن يحصل حاجه اسمها سكارينج، سواء كان مع دراجز زي قلت لكم زي برايمريدين رهيب، يعني هناخد قدام حاجه اسمها اوكولار سيكاتريشال بينفجويدز خلاص، اوكولار سيكاتريشال بينفجويدز حاجه بتعمل فايبروزز بطريقه غريبه قوي، انا اظن دي صوره هنا اهو، شايفين منظر زي ده فظيع خلاص، ممكن تلاقي عيان عنده المنظر ده كده بسبب البرايمونيدين، فخد بالك يعني عيان زي كده ممكن تلقط منه قوي قوي القصه دي، يعني تبدا يحصل فايبروزز وسمبليفرون والحاجات دي تبدا توقف مثلا مع كيميكال انرجي الرجي انا اسف، او كيميكال انجري انا اسف، ستيفن جونسون سندروم ومنظر بشع ليه اكتر، توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس، كل الحاجات دي ان شاء الله نتكلم عنها، تراكوما مشهوره في مصر جدا خلاص، الاتوبيك دايما بالذات نوع الاتوبيك ده رخم شويه، الاتوبيك كيراتوكونجين اكتر من الفيرنال خلاص، جوجرين سندروم تروما، فكل الحاجات دي ممكن تعمل لك فايبروز. فدايما برضو لما تيجي تلاقي عيان عنده، احنا دايما عندنا اماكن كتير بننساها بالذات الليد من فوق، احيانا كتير ننساها، نحب ما نحبش نقلب الجفن للعيان عشان ما يتوجعش، من ضمن الحاجات ممكن تدخلك ديفرنشال ديجنوز، تفكر يا ترى ليه العيان عنده فايبروز، تبدا تدخل معاك في ديفرنشال ديجنوز. شايفين المنظر ده، ده الليد لازق في العين ازاي، ده بيسموه كده سمبليفرون، سمبليفرون شايفين حتى في فاسكولاريزيشن للكورنيا، كورنيا بصراحه بشعه جدا، ربنا يعافينا يا رب. اخر حاجه في الجزئيه دي ما ننساش، احنا قلنا اتكلمنا على اول حاجه حاجه اسمها ديسشارج في الكونجكتيفال، نوع عامل ازاي، تاني حاجه قلنا حاجه اسمها رياكشنز سواء كان احمرار اديما فوليكلز، تالت حاجه الليمف نودز، ما ننساش احط ايدي على الليمف نودز بالذات بري اولوكر الليمف نودز خلاص، بتحصل مع مين؟ بتحصل مع الفيرال، دايما مع الفيرال خلاص، ده الموست كومن كوز، ممكن تلاقي مع حاجه ثانيه الكلاميديا، ممكن مع السيفير بكتيريا كونجكتيفايتس سيفير، اخر حاجه اللي هو البارينو اوكيولو جلاندولار، قلنا لكم هو بالنسبه لنا بارينو اوكيولو في العين، جلاندولار اللي هو يقصده فيه جلاند في جزء في الليمف نودز شويه خلاص، قلت لكم هتلاقي يوني لاترال، هتفتح العين ببساطه خالص هتلاقي فوليكلز، او احيانا تلاقي جرانيولوما، تيجي تبص على الليمف نود هتلاقي فيه ليمفادينوباتي، ويوني لاترال ما هوش باي لاترال، قلنا اشهر حاجه بتاعته حاجه اسمها كات سكراتش ديزيز، ان شاء الله الموضوع يكون بسيط و
اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله تكونوا بتستفيدوا. وبقول لكم لو حد من الزملاء عنده طاقه وعنده امكانيه ان هو يساعدني في الباوربوينت، احيانا يكون عندي المحاضره شبه جاهزه، ناقص بس ان انا يعني حد يساعدني في ان احنا نعمل لها شكل عام سريع كده، ان شاء الله سهل علينا القصه دي شويه، ويبقى المحاضرات معدلها ان شاء الله ازيد شويه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.